كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس اقتراح الآيات ولا إجابة المقترحات ولا الإتيان بالآيات الحسية، وظيفتك أن تقدم ما معك من وحي، فهو آيتك وهو رسالتك، فاجتمع في القرآن الآية والرسالة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، إياك أن تنسى وظيفتك. أنت كسائر على درب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي وظيفتك؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. يبقى اللي مش عاجبه الوحي مش هينفع نبدل المنهج، مش هينفع نشوف حاجة تانية. وظيفتنا تلاوة الوحي على الناس، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ما قالش حتى القرآن، يعني تعظيم الوحي أن ما معك ليس منك، إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، فلن تستطيع أن تغير فيه. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وبالرغم من هذا وحالهم وهو الحال، وهم يستمرون في الكفر والإعراض. بمن أراد أن يرحمهم بالوحي، قل بفضل الله وبرحمته، الوحي رحمة ينقذ الإنسان من تيه الضلال والتفكير في صحراء لن يصل فيها إلى شيء. مستحيل الإنسان يصل إلى الحقائق بدون مصدر خارجي عنه، مستحيل. هي فكرة التفلسف وغيرها، إن الإنسان عايز يصل إلى الحقائق من نفسه، مش عايز مصدر خارجي. طب هتوصل إزاي؟ أنت ظلوم، جهول، عجول، مليء بالشهوات، كنود. انظر إلى أوصاف الإنسان في القرآن، كيف ستصل إلى الحقائق؟ كيف ستعرف معنى الخير ومعنى الحق ومعنى الجمال ومعنى العبودية ومعنى الإله؟ كيف ستعرف هذه الأمور بدين واحد بدون واحد؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى، ودعينا سر اختيار لفظ الرحمن، فاصدع بما تقول، قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سبحانه وتعالى ربي. مش بس هو ربي، مش بس بأثبت له الربوبية، أثبت له التوحيد، هو ربي لا إله إلا هو. مش بس بأثبت الألوهية والتوحيد، ده أنا بأثبت ما بيترتب على ذلك من أعمال. هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت لا على شركائكم، وإليه متاب توكلت عليه وأسير في طريقه، قد أقع في أخطاء فأتوب إليه، عليه توكلت وإليه متاب، إليه توبتي وإليه مرجعي.